احمد الشيخ يونس او الكايد ابو صالح بمسلسل التغريب الفلسطيني. ولكن يا ابو صالح انا ابو صالح اللي مرقت وجوه الانجليز والتراب انا ابو صالح. اذا بترجع بتعيد مسلسل التغريب الفلسطيني بتلاحظ انه افتتاحيه المسلسل من حاتم علي ومن وليد سيف كانت بمشهد موت ابو صالح وحكي اخوه علي اللي بيمثله تيم حسن عنه. فمن يحمل عبء الذاكره ومن يكتب سيره من لا سير لهم في بطون الكتب. وهي رسالة بتستنتجها بعد ما تخلص المسلسل انه قديش في ناس فعلا مثل ابو صالح بحاضرنا او حتى بماضينا نحن ما بنذكرهم اصلا، ولاي درجة كمان في شخصيات بحاضرنا وبتاريخنا كمان نحن عاطيهم قيمة اكثر من اللازم. شوف لما اذكر لك شخصية ابو صالح اول شيء بيخطر ببالك انه والله النضال تبعه والشخصية الثورية ضد الانجليز وضد الاحتلال وكذا وكذا، وهو فعلا هي الصورة اللي كانت لازم توصلك من المسلسل، بس عبقرية شخصية ابو صالح كتابة من وليد سيف او حتى تمثيلا من جمال سليمان هي بناء الشخصية. عبقرية الكتابة بشخصية أبو صالح كانت إنه هي فعلاً شخصية إنسانية مش بديهية مثل كل الشخصيات الفلسطينية اللي بتنعرض بالمسلسلات إنه هي والله شخصيات بتدافع عن أرضها لأنه هي لازم تدافع عن أرضها. وأنت إذا بتعكس هالشيء على الواقع اللي عم بيصير معنا اليوم بتشوف في ألف أبو صالح على أرض الواقع، في ألف أبو صالح على الأرض، كل واحد فيهم له شخصية مختلفة وكل واحد فيهم له دوافع مختلفة وكل واحد فيهم له سمات مختلفة كونت هالشخصية النضالية اللي هو عم يناضل الاحتلال فيها. وبناء شخصية أبو صالح كان ببناء أحمد قبل ما يتحول للقائد أبو صالح. أحمد الشاب الريفي الفلسطيني اللي تعرض للظلم من أول ما فتح عيونه من مجتمعه الفلسطيني نفسه، وظلم هالمجتمع الريفي لعائلة أبو صالح كان مهم لدرجة عند وليد سيف وعند حاتم علي، لدرجة إنه هم فعلاً كرسوا أول 10 حلقات بس ليصوروا لك ظلم أبو عايد لعائلة أحمد، ليتدرجوا لك بعدها بظلم الاحتلال لفلسطين كاملة. مش أكثر من قطع رزق يا كليل الدين، أنت غدرت فينا عشان تخرب دهرنا، لك مش بكفي سرقتوا زيتوناتنا اللي على حدكم؟ أحمد لعانة هو وعيلته من ظلم أبو عايد بس لأنه هو ما عنده حمولة، استوطى حياتهم بحرق البيدر، بكتل الحمارة، برفض عصره لزيتونهم، وشغلات كثيرة لدرجة إنه أحمد بذاته انضرب لما حاول يطالب بحقه، فأحمد كان دائما في غصة بقلبه إنه هو ما عنده سند أو ظهر يحتمي فيه. بتمد إيدك علي؟ بتمد إيدك على السيادات؟ هذا كبيري يا ابن المقطعين، هذا كبيري. وحتى لما راح لعند حمولته وحاول انه يخليهم يعترفوا فيه رفضوه. كمان علاقة احمد بابوه مهمة جدا، ورفض احمد لمبدأ ابوه بالمشي جنب الحيط ويا رب السترة ونحن مش قدهم وما بدنا مشاكل ونحن مش قد حمايلهم، وبكثير مرات كان يعارض ابوه، كان يجادل ابوه على هالنقطة، وبكثير مرات كمان كان يسكت ويرد على ابوه مش لانه هو بار بوالده، بس بتحس هو ما كان يجادله كثير او يقول له لا مشان ما يكسره، لانه ما حدا بيحترم ابوه غير هو. الحق الحق يابا، فيش اعطل من الظلم، ظلم ظلم. وفي كثير مشاهد بالمسلسل ركز عليها حاتم علي بينت لك انه احمد طالع لامه مش طالع لابوه، امه اللي كانت تفرح وكان ما عندها مشكله انه اولادها يموتوا بس انهم يكونوا عم يدافعوا عن حقهم. من اليوم وطالع لازم تمشي وانت رافع راسك ومعنكر عكالك، هيك الزلام بتبين. لهيك فبسبب هالسلبيه من ابوه هو كان رافض انه اخواته يعيشوا بدون سند مثل ما هو عاش، قرر انه هو يكون سند هالعيله وظهر لاخواته الصغار بمشهد صور لك يا حاتم علي لما راح قتل استاذ المدرسه ببيته لانه شاف اثار الضرب على اخوه حسن. المره فاتت هيك، المره الجاي جيب كل زلام عيلتك وبلدكو قبل ما تفكر تضرب واحد من اخوتي. ولا احمد هو اللي بعث اخوه علي للمدينه وخلاه يتعلم بالمدرسه وظل يجادل ابوه لحتى يعلم الاثنين بالمدارس، لانه هو كان بيعرف انه ما في شيء راح يعوضهم على الحموله بس يكبروا غير علمهم اللي هو ما تعلمه. ما هو يابا لانه ما ورانا رزق كثير، ما قدامنا غير التعليم. وحتى اذا بتلاحظ علاقته بعلي طول المسلسل هي علاقه اب بابنه مش اخ باخوه، هو كان شايف بعلي فعلا اللي ابوه ما شافه، وبتوقع انه مثال هالاخ اللي بيشيل العيله هاي كلياتها انت شايفه بحياتك، اذا مش معك انت شايفه مع ناس ثانيين. لو ماك ما صار هذا اليوم، انا مدين لك بكل شيء حققته حتى هاي اللحظه. وبهاي الفترة اللي احمد كانت عم تتكون شخصيته شوي شوي اكتشف بحاله موهبة القيادة، وفعلا انه هو بيقدر يأثر بالناس وبيقدر يخطب بالناس لما كان يدافع عن ارض المشاع اللي تخلى عنها وجهاء القرية لابو عزمي العلي، وجهاء القرية اللي كانوا خايفين من اغا مثل ابو عزمي العلي، بس احمد لا، احمد كان يجمع الناس حواليه ويطالب بارض المشاع اللي هو بالنهاية مش جاي منها شيء. اذا خفنا اليوم من ابو عزمي كيف بدنا نواجه اليهود والانجليز بكره؟ مش احنا اللي دايرين ننتقد الزعماء ونقول ما في غير النار والبارود؟ لحتى بالاخر انجلد من ابو عزمي، وهون بنرجع لمفهوم ظلم المجتمع الريفي له. وفي نقطة كثير حلوة عرضها وليد سيف بهاي المرحلة وهي تأثر أحمد بخطبة الشيخ عز الدين القسام، ولأي درجة كان يحكي عنه بفخر ولأي درجة كان يحكي عنه بإعجاب، وفعلا كمية التأثر اللي هو كان متأثرها فيه. أنا عمري ما شفت حدا زي هالشيخ الفاضل بيحكي وبيأثر بالنفس وكل حكيه عن الوطن والشهادة. وحتى كمان لما انحبس عند الإنجليز وجاور عبد الحكيم قطيفان بغرفة واحدة وانعدم قدامه، كلها شغلات كان يحط لك إياها وليد سيف ليفرجيك تطور شخصية أحمد، ليفهمك مفهوم أحمد لرفض الظلم، شلون أول شيء رفض ظلم أبو عايد بعدين أبو عزمي بعدين طلع للإنجليز. حتى صاروا العمال يلتفوا حواليك يسمعوا منك
ويحترموا كلامك. بصراحة يعني هذه موهبة من رب العالمين لازم تستغلها. وفعلا بعد كل هالبناء صارت نقطة التحول الرئيسية وهي قيام الثورة الفلسطينية ضد الإنجليز. وهون تحول أحمد الشيخ يونس اللي بعدنا عم نبني فيه للكايد أبو صالح. استغلاله لموهبته القيادية اللي اكتشفه وهو عم بيحارب الظلم اللي كان يمر فيه خلته قائد عسكري لفصيل مسلح. قائد عسكري بيخوف الإنجليز وبيخوف أي واحد ظلمه من قبل. هذا ابن صالح اليونس، تقدر ترفع صوتك على صوته؟ أجبر كل الناس أنها تحترمه وتحترم عيلته. حمولته اللي كانت رافضيته هي اللي صارت بدها تسمى باسمه. أحمد اللي ما كان عنده حمولة صار أبو صالح اللي هو حمولة بحد ذاته. ثورة كانت حمولتي اللي صارت أكبر من كل الحمائل. والمسلسل صور لك كمان نبل هالشخصية انه هو حتى لما صار قائد عسكري ما استغل منصبه وانتقم من اللي ظلموه زمان. ما انتقم من ابو عايد على سبيل المثال، وما كان كمان عنده مشكلة ابدا انه يشارك ابو عزمي العلي بالثورة ضد الانجليز. وهون بتشوف الفرق بين ابو صالح كقائد وابو عزمي العلي كقائد عسكري. شخصية ابو عزمي العلي كثيرا بحبها من وليد سيف ليفورجيك انه ليش الناس فعلا كانت تحتمي ابو صالح وكانت تحب ابو صالح. قائد مثل ابو صالح وقائد مثل ابو عزمي العلي نحن بنشوفهم كثير بحياتنا. ابو عزمي اللي كان يقاتل الانجليز مش لانه هو بده يجاهد الانجليز او والله هو عم يقاتل مشان ارضه، لا، هو كان عم يقاتل مشان جاهه ومشان يصير هو فعلا قوة عسكرية يقدر يضرب فيها اعدائه لمصالحه الشخصية. عكس ابو صالح اللي هالشغلات اجته بسبب نضاله مش هو اللي ركض وراه. والدليل انه ابو عزمي العلي بعد ما راح قتل اكرم السويدي الدكتور وابو صالح انتقم منه وجلده مثل ما جلده بزماناته، راح فورا ترك الثورة وتعامل مع الانجليز. وهون بيبين لك الفرق بين القادة واهداف القادة. بس مصير الثورة كان انه هي لازم تخلص. وهون مشهد ابو صالح مع صاحبه الحموي اللي كان يحكي له فيه انه انا ما راح ارجع مدام بارودتي فيها رصاص كان معبر جدا. كي معي 20 طلقة وانا معي قدون، يعني الثورة ما انتهت. وبرأي اكثر مشهد بيعبر عن شخصية ابو صالح وبيشرح شخصية ابو صالح بالمسلسل كان مشهده بالجبل مع مسعود لما مسعود كان يقنعه انه يرجع على البيت بعد ما خلصت الثورة. ابو صالح ببساطة علق بهالجبل، علق بالثورة وما عاد قدر انه يرجع منها، ما عاد بده يرجع لقريته ليرجع احمد العادي اللي بينظلم من ابو عايد، لا هو بده يظل وبده يكون القائد ابو صالح. لقد ما كنت احاربهم وانتصر عليهم، كنت احارب حالتنا الاولى. وحتى على فكرة بعد ما كبر وبعد ما تجوز وجاب أولاد الحرب فعلا اللي كانت تدور جوا الشخصية بين أحمد وبين أبو صالح كان حلو جدا. يعني هو على سبيل المثال راح تجوز واحدة مدنية مش فلاحة وولاده عاشوا بالمدينة لأنه هو ما بده يرجع لماضيه وهو بده يكون أبو صالح ما بده يكون أحمد، بس هو بالنهاية ظل فلاح ظل أحمد. وأنا حبيت كثير التصوير علاقته بمرته، علاقة الفلاح مع المدني، الفلاح والمدني اللي بعد اللجوء صاروا كلاتهم مثل بعض. هاي الفوارق الطبقية أو الاجتماعية فينا نحكي كان كثير حلو تصويرها من حاتم علي وكثير تفاصيلها حلوة. الفلاح اللي بحب يأكل على الأرض، الفلاح اللي بحب دائما يأكل بخبز، اللي ما بحب الكب وما بتنبلع معه، اللي أبدا ما بحب الراديو ولا بحب يسمع أغاني عن الراديو غير الأغاني النضالية. صندوق هنا ولك أنا دخل الشيطان عبيتي، شو أنا فكرت حكلي. وحتى بالمناسبة رفض أبو صالح لجوازة حسن أخوه من نسرين طافش، كان فيه تناقض كبير جدا. يعني هو رافض أنه حسن أخوه يتجوز واحدة مقطوعة وبلا حمولة مع أنه هو نفسه عانى من الموضوع زمان وهو نفسه كان بلا حمولة. كان همه الأول هو سمعته اللي بناها بنضاله، ما بده أنه الناس تحكي عنه مثل ما كانت تحكي عنه زمان. أخوي الكبير، أخوي الكبير، ما يعملش علي الكيد أبو صالح، الثورة خلصت. وبحرب ال 48 ضد الاحتلال بتحس ابو صالح رجعت له الروح مره ثانيه، رجعت له الروح تبع القائد ابو صالح اللي هو مش صاحب دكانه ولا بيحكي لاولاده عن الصوره المعلقه اللي بيحكي لهم عن امجادهم وكذا، لا رجع ابو صالح اللي بكاتل اليهود مره ثانيه. بس مشكلته هاي المره انه كان حالم زياده عن اللزوم. وهو الفرق بالمناسبه بين شخصيه ابو صالح وشخصيه مسعود. شخصيه مسعود هي واقعيه لدرجه كبيره جدا، شخصيه ابو صالح هي منفصله عن الواقع بكل تفاصيله. ابو صالح اصلا بيرفض الواقع كلياته، بيرفض فكره تخيل الخساره ضد الاحتلال. يوم إلك ويوم عليك، بدنا نحارب بمدننا وكورانا حتى آخر لحظة. حيفا راحت، اي نعم، بس ما راحتش بكية البلاد. كان همه بس انه هو يقاتل وانه هو يجاهد، كان رافض اساسا انه يسمع اخبار المجازر للاحتلال بخوف فيها الفلسطينيين. هذا اللي قصدوه من دير ياسين، يخوفوا الناس مشان يهاجروا من دون قتال، بس احنا مش طالعين من هون، لو بدنا نموت كلنا. حتى بمشهد هو عم بيطلع من بيته تحت القصف حكى لمرته لا تاخذي اغراض كثيره، يومين وراجعين. وبتوقع هاي كلمه يومين وراجعين بتمسنا كثير نحن كسوريين، اكيد انت يعني سمعنا من ابوك صح؟ راديو كمان، الله اكبر يا بنت الحلال، احنا طالعين موكت لبين ما الله يفشها. وبتعرف مشهد الشيخ بالمشفى اللي انتشر كثير حاليا على السوشيال ميديا اللي بغزة اللي كان يحكي يا جماعة كانوا ميتين يا أولاده يا أولاد عمه أو أخوه ما بعرف، كان يحكي للناس إنه مالكوا يا جماعة وهذول شهداء ونحن راح نكاتل وراح ظلين كاتل. أنا أول ما شفت هالفيديو ما خطر لي حدا غير أبو صالح، ليك بحكي لك إنه عبقرية كتابة شخصية أبو صالح هي إنه فعلا شخصية إنسانية وأنت شايفها بالواقع. أبو صالح بالمشهد اللي إجا فيه خبر استشهاد أخوه حسن ما انهار مثل عيلته كلها، ما انهار مثل أمه مثل أبوه مثل أخوه علي مثل أخوه مسعود. هو كان مقتنع إنه القضية اللي عم بيقاتل عليها من
طول عمره والارض اللي عم بيدافع عنها بتستحق التضحيات. وبتعرف وين تصوير وصراخه الحياه كانت؟ كانت بالفرق بين ابو اكرم السويدي اللي راعى لعمان واللي فعلا فتح مشاريع واللي ظل معه مصاري، وبين ابو صالح اللي ختمت فيه الحياه بلاجئ بمخيم فاتح دكانه ومصاب بصدره وبيضطر احيانا يشتغل عند الناس باراضيه وهو مصاب. ابو صالح اللي جاهد واللي قاتل واللي كان قائد بال48 وقائد ضد الانجليز ختمت فيه الحياه بالمخيم. واذا بسالك شو اكثر مشهد انت بتحبه بالتغريبه ممكن تذكر لي مشاهد كثيره، بس انا بالنسبه لي ما فيش مشهد بيضاهي مشهد المعونات لما القائد ابو صالح ينزل له هو لاجئ مشان معونه. بتوقع هالمشهد بيمس كثير السوريين والفلسطينيين. انا اسف يعني عم بجمع السوريين مع الفلسطينيين كثير، بس لا هالمشهد انا بيمسني شخصيا من زمان. انا ابو صالح بغمدت النسوان باسمه، إذا كنت ما سمعت بسي بتوخان ولا. الصورة اللي معلقها أبو صالح ببيته واللي بيرفض إنه أي حدا يزحزحها أو يشيلها يشبه كثير المفاتيح اللي كانوا دائما ختايرة الفلسطينيين زمان يلبسوها برقابهم، واللي دائما كانوا مقتنعين إنه هاي المفاتيح راح يرجعوا فيها على فلسطين وراح يفتحوا فيها بيوتهم. أبو صالح دائما بالمخيم كان يمسك هالصورة ويشرح لأولاده عن كل واحد بهالصورة وشلون مات وشو الذكريات اللي له معها، لدرجة إنه كل أولاده وكل المخيم صاروا حافظين هالقصة وملوا منها. بس هو بتحسه كان عنده هاجس إنه ينتسى وما حد يحكي عنه ويروح مثل ما راحت فلسطين. وطبعا رصاصة الرحمة لماضي أبو صالح اللي علقان فيه هي باستدعاء الاحتلال إله. أيوة بسك تقدر ترجع للمخيم. أبو صالح المنفصل عن الواقع لما أخذوا الاحتلال وحكى له إنه أنت ما منك خطورة وتركه بدون ما يعمل له شيء بدون ما يعذبه مات. مات ببساطة لأنه أدرك إنه هو بالحاضر مش بالماضي. لا ما صابونيش، عملوني زي الأولاد لأوادم اللي بطلوا يشاغبوا بس حبوا يتعرفوا على أبو صالح اللي كان. بالنهاية هي شخصية عظيمة بكل تفاصيلها، عظيمة كتابية من وليد سيف، إخراجية من حاتم علي، وتمثيلية من جمال سليمان. أنا بالنسبة إلي أعظم دور مثله جمال سليمان بكل حياته هو دور أبو صالح.